وبتعرف تتكلم سعودي وما لحقتش بقى الا تعرف إيه الا انت قعدت فتره كبيره في السعوديه تقريبا 14 سنه يعني اتولدت هناك. مين المطربين اللي بتحبهم من السعوديه؟ بحب عبد المجيد طبعا من الناس اللي بحبهم جدا، بحب احساسه جدا. انا جلست هناك لين متوسط. المتوسط دي اللي هي يعني اعدادي عندنا. لا طب ما تسمعني حاجه كده بالصوت. حاجه كده. طيب انا غنيت جزء كده من اغنيه انا بحبها له جدا، بتقول ايه؟ بس ما تركزش في الغنى احسن ياخدوك مننا ويقول لك تعالى اقعد هناك بقى، ما تحرمنا منك ليه؟ كان ايه اغنيه بتقول ايه؟ انت حل شخصيتك واوقف امام مرايتي وضمني واحبني واحكي لي وش سوى زمان وش حيلتي لا صرت لي في الدنيا هذه حاجتي مع إني ما كنت أعتقد ذي الحب يلقى بي مكان هزمتني هزمتني وقلك تفيني راحتي كم قلتها ما راح أحب خدعني برك يا الأمان علقتني خليتها باللون الأبيض رايتي مستسلم وكل رجا واجيك وكل لك حنان. الله الله. لا عايز اقول لك ده يعني بيغني بالسعودي زي انت. ربنا يكرمك ربنا يكرمك. ايه اخبار اللهجات معاك انت؟ لا مفيش طبعا، انت بتتكلمي كل حاجه. لا مش فاكركم، بس بمناسبه اللهجات افتكرت كنا لسه في لبنان بنصور، فكنت انا واستاذ سوسن بدر واحمد رزق قاعدين في لاونج في المطار. ده بمناسبه الكلمه اللي انت قلتها في السعودي في الاول دي، قلت ايه دي؟ فاحنا في لبنان المانجر بتاعتنا بتاخد الباسبورات والموظف في المطار بيقول لها يلا، فانا يلا خدت الشنطه ومشيت يلا. طلع يلا دي يعني اوكي اوكي كل حاجه شو عايز اسمع يلا 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 يعني يلا احنا بنسمع يلا بنقوم على طول. يلا عندنا حاجه مختلفه. طلع يلا اوكي. لا بس من يعني من وانت صغيره اصلا انا عارف ان انت كان نفسك تطلعي ممثله ونفسك تبقي ممثله مشهوره وتدخلي معهد سينما. دخلتي فنون تطبيقيه اصلا، ليه بقى ما دخلتيش اصلا معهد سينما من الاول؟ قدمت في معهد السينما بس جات لي. قلتي ولا ايه؟ اوعي. لا 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 نجحت لا هو كان كذا اختبار يعني مش واحد. اول واحد نجحت فيه بس جات لي الورقه ان انا قبلت في فنون تطبيقيه، فقررت قلت خلاص هدخل فنون تطبيقيه، انا كنت بحب الرسم. وبعدين بعد ما اخلص هروح المعهد، بس ما حصلش بقى. اتجوزت وخلفت وما رحتش المعهد ولا حاجه. ومثلتي بعد ما اتجوزتي؟ بعد اول ما اتخرجت من الجامعه خدت ورك شوب مع استاذ احمد كمال في استوديو ممثل وايسم كمال كمان. ايسم كمال مع احمد كمال برضه. لا والصدفه ان انا بعد ما خلصت الورك شوب بسنه مثلا اشتغلت معاه في زيت بالصدفه، مثلنا مع بعض. ده قريب ده مش بعيد. بس بتهيألي انت قبل كده مثلت كتير. لا قبل زيت عملت احكي يا شهر زيت. اوكي احكي يا شهر زيت دي كانت اول مع استاذ يوسف نصر الله. ده كان 2009. ده كان اول حاجه تعمليها. احكي يا شهر زيت. وبعد زدت وقت كانت قبل الثوره على طول واتعرضت بعد حاجه كده يعني ممكن 2011. انا بحب لك جدا الدور بتاع حمله فريزر. وانا كمان بيضحكني قوي. لسه اتفرجت عليه قريب. كان ما انت دافع بقى. انت دافع بقى. امسك بقى ما انت. ايوه وبقت تنزل كوميكسات دلوقتي. ما انت دافع بقى. تديني واحده ما انت دافع عشان كلنا بنحبها قوي. ما انت دافع بقى فعلا. عايزين واحده ما انت دافع بقى. ما انت دافع بقى. لا عايزها زي ال يا مودي مودي. لا ما بعرفش. لا ما بعرفش يعني. انا اقول لك تديني جمله. اي حاجه انا جاي. كسع كتع وتديها للناس الاداء. لانكم كتع كسع كسع. عادي نفس التبريق اهو. عادي نفس انت شاطر انت شاطر.
لا انا عايز واحده بس. انت شاطر بره اللوكيشن وبره السيت كده تعرف تدي. والله ما اكمل القعده يا سيدي، ما تقولي ما انت دافع بنفس. قلت لك ان انت دافع لان هي بقت تنزل اصلا يقول لك ايه ما بنسمعهاش غير بصوت نسيم. اه طبعا اه والله الاداء عايز اسمعها بصوت نسيم. تنجرح سيبها كده تركز وبعدين يلا ما انت دافع بقى. ايوه بص بقى النهارده مش هخليك تغني سعودي تاني، لان لو غنيت سعودي تاني هم فعلا هياخدوك هناك هتترحل مش هترجع طبعا، لان انت فعلا بتغني سعودي كويس جدا. والله انا اتمنى اغني بكل اللهجات يعني، لو واحد ما عرفكش اصلا ولقيتك بتغني كده هفتكرك سعودي فعلا. انا ساعات بهزر مع اصحابي في التليفون وارد بتكلم بالسعودي وتخش عليهم. ايوه بس خد بالك عشان دي اول لهجه انت اتعلمتها يعني اتعلمها هو يعني طبعا خلي بالك انا بتكلم مصري في البيت بس يعني في الدايره الصغيره بتاعتنا اللي كنت بتكلم فيها مصري، انما بره البيت احنا في مدرسه وفي كل حته بنتكلم بس سعودي. بس انت لسه